عجز الميزانية الأمريكية يصل إلى 311 مليار دولار بسبب كوفيد. نقلا عن رويترز، قالت الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي إن عجز الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير، أي في شهر فبراير، مسجلا ذروة قياسية للشهر ومرتفعا 67 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة فيروس كورونا. زادت إيرادات فبراير شباط 32% على أساس سنوي إلى 248 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق بالنسبة ذاتها إلى 559 مليار دولار بفعل تكاليف إعانة البطالة والإنفاق على الصحة. في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2021 ارتفع العجز 68% إلى مستوى قياسي يبلغ 1.047 تريليون دولار، متجاوزا الذروة السابقة 652 مليار دولار المسجلة في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى فبراير شباط من السنة المالية 2010. إذن لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة في الناس والاقتصاد البروفيسور محمد ربيع، الخبير والمحلل الاقتصادي والذي درس مادة الاقتصاد في الجامعات الأمريكية وحول العالم في العديد من الجامعات الوطن العربي. صباح الخير بروفيسور ربيع. صباح النور. بداية، هل ما ذكرته صحيح، هذا التجاوز من السنة المالية 2010 ولا 2020 بروفيسور ربيع؟ يعني أنا حسب رويترز أنقل لك ما كتبته رويترز. الأغلب من أواخر 19 10 20 اللي بتكلم عنه. نعم، وليس 2010، يعني هناك خطأ غلطة رويترز بألف غلطة. دكتور صباح النور ومرحبا بك معنا في هذا التعليق على التقرير هذا الصباح. يعني بداية، يعني قد يتساءل البعض، ما هو العجز؟ ما هو عجز الميزانية دكتور؟ العجز ببساطة إنه دخل الدولة من الضرائب والرسوم المختلفة أقل من الإنفاق اللي بتنفقه الدولة، فبالتالي بصير في عندها عجز، هذا تستدين علشان تقدر تغطي العجز. زي أي واحد يعني دخله في شهر معين، خلنا نقول إنه تاجر وكان أقل بكثير من مصاريفه، فبيستدين حتى يغطي مصاريفه على أمل إنه يعمل فلوس الشهر اللي بعده أو السنة اللي وراء. تماما، هذا هو ببساطة العجز، هو الفرق بين دخل الدولة، دخل الدولة بيجي من الضرائب ومن الرسوم المختلفة، وإنفاق الدولة على المشاريع المختلفة. طيب تعليقك على ما ذكرناه دكتور، يعني ماذا يعني هذا ببساطة؟ نحن في فقرة الناس والاقتصاد نحاول أن نبسط إلى المتابع وإلى المستمع ما يعني هذه التقارير التي فيها الكثير من الأرقام، ربما قد تكون غامضة على التفسير البسيط. ماذا يعني ذلك أن تصل العجز في شهر واحد، كما يعني قرأت هنا 311 مليار دولار في شهر فبراير فقط، ماذا يعني ذلك؟ في هذا يعني حسب هذا المعدل انه في نهاية العام بيكون العجز في هذا العام لوحده حوالي 3.7 تريليون دولار، مش بليون، يعني 1000 بليون دولار، يعني خلينا نقول نقربها حوالي 4000 بليون دولار بيكون العجز في سنة واحدة. هذا طبعا رقم مخيف بالنسبة لبعض الناس، وهو بكل تأكيد رقم كبير جدا، لكن لو أخذت كل ديون الدولة الأمريكية الآن هي يعني تجاوزت 28 تريليون دولار، 28 ألف بليون دولار هذه ديون الدولة. هذه ديون تساوي يعني ناتج القومي الإجمالي في أمريكا حسب الإحصاءات، آخر إحصاءات 21.6 تريليون. فمعناته لما تقسمي الديون على الناتج القومي بيطلع الديون أمريكا 130% بالضبط قد الناتج القومي الإجمالي. هذا بيعني يعني أنا زمان عملت معادلة، وآخر مرة عملت كل الحسابات تبعت سنة 17 لما نشرت كتاب عن الموضوع كان عنوانه The Global Debt Crisis and Its Social Economic Implications، إنه أي دولة بيزيد
ديونها عن 60% من ناتجها القومي لا يمكن تستطيع أنها تدفع ديونها لا بسنة ولا بألف ولا مئة سنة. فبالتالي أمريكا الآن مش ديونها 60%، ديونها الآن أكثر من ضعف هذا 130%، ولو انتظرنا حتى نهاية السنة يطلع الديون أكثر بكثير من هذا الرقم، توصل حسب الحسابات اليوم حسبت الصبح بتساوي 153% ديون أمريكا. فبالتالي أمريكا لا تستطيع على الإطلاق في أي وقت كان في المستقبل إنها تسدد ديونها. لكن على الناس إذا ترتاح، يعني ما لازم الواحد يقلق، لأنه كل اللي بتعمله الحكومة الأمريكية إنها بتطلع نقود يعني إلكترونية حتى مش ورقية، وبالتالي بصير في سيولة. يعني كان زمان يقول لما في سيولة كثير بصير تضخم، تضخم هو ارتفاع معدل الأسعار، ولسه لا زالوا الاقتصاديين الأمريكيين بيحكوا في هذه النظرية اللي أنا نسيتها، وقلت هذه انتهت في سنة 98، وقلت شو الأسباب. يعني أهم أسبابها كان هو الحقيقة العولمي، لأنه إحنا بصير التضخم فقط لما بيزيد طلب على سلعة معينة بشكل كبير فبيرتفع سعرها، أو بصير نقص كثير في السبلاي والناس عايزينها بصير بيرتفع سعرها. يعني هذا هو السبب في ارتفاع الأسعار. إحنا الآن في هذه الأسواق المفتوحة في العالم، الآن القدرة الإنتاجية لكافة أسواق العالم تتجاوز القدرة الإنتاجية لاستهلاك العالم أو للطلب. لهذا السبب ترى انه كل اللي بصير في هالفلوس كثير في الاسواق، ما في انفليشن، ما في زياده الاسعار. يعني لو اخذنا السيوله النقديه سنه 2000 في امريكا كانت حوالي 4، يعني اعطيكم الارقام بالضبط لان طلعتها قبل شويه، كانت الارقام 4.7 تريليون، 4.7. اليوم هي 19.9، أكثر من 4.5 مرات تقريبا اللي هي السيولة، ومع كل هذا ما صار في عنا تضخم. فهذه الحقيقة مشكلة الناس ما لازم تقلق عليها. وبعدين أنا بعتقد يعني هو ممكن يصير انجماعة في السوق المالي، شعور إنه السوق كتير عالي أسعار الأسهم فيه، ويصير يبيعوا ويعملوا أزمة، هذا ممكن. لكن اللي حصل في الفترة الأخيرة إذا بتتذكروا، يعني معظم الناس دخلوا مجموعة من الشباب على السوق، وصاروا كل ما بتيجي الهيج فاند اللي هم بيملكوا معظم الأسهم بيلعبوا في الأسواق، كل ما يعني يراهنوا على سهم إنه هذا السهم راح ينزل، صارت هذه المجموعة تشتري السهم وتخليهم هم يخسروا فلوس وهي ما تخسر. هذا عمل نوع من التعادل في السوق، شايفي. فبالتالي سوق الحقيقة يعني صعب الآن إنه ينهار بسرعة كما كان متوقع في السابق. وبالتالي أنا بعتقد الناس لازم تطمئن، يعني الفلوس موجودة والحكومة تصرف وما حدا سائل. يعني التريد ديفيسيت، العجز في الميزان التجاري تبع أمريكا الآن حوالي تريليون دولار في السنة، مع الصين لحالها 311 بليون دولار، يعني ثلث العجز تقريبا تبع الحكومة الأمريكية في التجارة الدولية مع الصين لوحدها. لمن تدين الولايات المتحدة الأمريكية بروفيسور ربيع؟ يعني هناك هذا الموضوع غائب عن البعض، أكبر ديون إلى الصين مثلا، وإلى من أيضا؟ لا، هي الديون الخارجية حوالي 7 وشوي، يعني حقول 8 تريليون دولار، من اللي الآن 28 لجهات خارجية في ديون اللي هم بيشتروا الجوفرمنت بوند اللي هي الصين جزء منهم، يعني مستثمر كبير، عندك السعودية وغيرها من الدول البترولية، هذه هي الجهات اللي تشتري بشكل أساسي. الباقي هو ديون للشعب الأمريكي، هو الحقيقة مش للشعب الأمريكي الديون، لأن الشعب الأمريكي ما عنده فلوس يعطي ديون. يعني لو أخذت كل ديون أمريكا الداخلية والديون الشخصية على كريدت كارد والبيوت، لأن 83 مليار بيطلع الديون، يعني 4 مرات حجم، بالضبط 4 مرات حجم الناتج القومي الإجمالي. إحنا كل هذا، كل الاقتصاد الأمريكي قام على الديون حقيقة لما بدأ عملية الكريدت وفتحوها بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأت الناس تشتري على الكروت تبعتها، مشى كل الاقتصاد، وبالتالي بنينا الاقتصاد على الاستهلاك. هذه مشكلتنا. يعني الآن إنتاجنا بقل، يعني إحنا 70% مما يسمى الناتج القومي الإجمالي هو خدمات، مش إنتاج بضائع، سيارات مثلا وماكينات وتراكترات
لا ما بننتجش يعني، هذا كله قل، كثير قل. فالإنتاج معظمه هو خدمات اللي صار في السوق. دكتور يعني حجم الديون الخارجية فقط حوالي 8 تريليون دولار؟ للمصادر الخارجية. للمصادر الخارجية. حوالي 8 تريليون، نعم. إذن إذا ازداد العجز تريليونز اوف دولارز في نهاية هذا العام كما أشرت، يعني هذا لن يؤثر بشكل ما، ما هو حجم التأثير الحقيقي على السوق الأمريكي في الداخل؟ أنا بعتقد ما راح يكون في أي تأثير، لغير أنه بعض الناس اللي بخوفوا اللي هم معتمدين على النظرية القديمة. يمكن أنا حكيتها قبل هيك، أنا كتبت مقال سنة 98 لما كان جرين سبان هو رئيس البنك الفيدرالي وخاف من يصير في تضخم في أواخر عهد كلينتون، بدأ يرفع أسعار الفائدة. كتبت أنا مقال صغير كان حوالي يمكن 800 كلمة أو أقل بعنوان The Ghost of Inflation، يعني وقلت فيها إنه الإنفليشن اللي هو التضخم يعني أصبح عبارة عن Ghost اللي هو شو نسميه Ghost، شبح الناس بتخاف منه بس ما حدا بيشوفه. وهذا اللي انا كتبته في 98 وقلت ليش، لكن الحقيقه ما حد بده يسمع. يعني حدا اول عشان يتجاوز الجرايد بعثوا له الخمس جرايد الاساسيه نيويورك تايمز وواشنطن بوست ولوس انجلوس تايمز واربع جرايد وول ستريت جورنال، ولا واحده نشرته. بس لوس انجلوس تايمز بعثت لي رساله تو اكنولج انه ريسيفد، لأنه عشان واحد أبيض أمريكي يتجاوز كلمة محمد هذه مدها معجز الأول عشان يقرأ الفيلم فيها. وبعدين واحد بناقش شيء ضد جرينسبان اللي هو يعني كان رب الاقتصاد وقتها، إذا كان في رب للاقتصاد فمش ممكن ينشروه، ما نشروه. بس أنا حطيتها في كتاب اللي نشرته أنا في 2001 وكان بعنوانه The Making of History، سنة التاريخ. حطيتها يعني فبالتالي ما حدا بقدر يقول له ما قلتها. ونفس الشيء حطيتها فيما بعد وسعت فيها في كتابي اللي طلع سنة 13 اللي اسمه Saving Capitalism and Democracy، لأن أنا بعتقد إنه التنتين الديموكراسي والكابيتاليزم are in a crisis، يعني في عنا أزمة في الديمقراطية الأمريكية، وهذه وضحت تماما باللي جرى في 6 شهر الشهر 1 وغيره والأفعال اللي فعلها ترامب كانت واضحة جدا. ونفس الشيء هذا في الديمقراطية والرأسمالية في حالة أزمة، لأنه أنت الآن لا تنتج إلا خدمات بشكل أساسي ونعتمد كلها على الأسواق الخارجية. دكتور هل هناك قطاعات معينة ربما تتأثر بهذا التضخم أكثر من غيرها؟ لو حدث تضخم يعني بهذا العجز، هل هناك قطاعات معينة ممكن أن تتأثر على المدى البعيد؟ ممكن يعني انه اذا ارتفعت الاسعار كثيره مثلا ممكن الناس ما تشتري بعض الشغلات الكماليه بس الاساسيه راح يشتروها. يعني انا بعطي مثال اخر على عدم، يعني احنا اهم شيء في النظريه الاقتصاديه اللي علمناه وتعلمناه اللي هو العرض والطلب. لما بزيد الطلب بيرتفع الاسعار، لما بزيد العرض تنقص الاسعار. فهذا القانون توقف عن العمل، توقف عن العمل منذ وقت طويل يعني من أواخر التسعينات، لكن لا زالوا بعض الناس بخوفوا بقول لك إنه راح يصير تضخم. التضخم إذا صار بده يصيب الناس اللي الغلابة الحقيقة، بس ما راح يصير. يعني أنا شخصيا ما بعتقد راح يصير، لأنه زي ما قلت لك إنه القدرة الإنتاجية في العالم ككل، لو أخذنا العالم كاقتصاد واحد، القدرة الإنتاجية لكل الشغلات الأساسية أكبر من القدرة الاستهلاكية. إذن عشان هيك الأسعار ثابتة. هذا شو بده يصير في خلال، يعني لو صار مثلا في منطقة الخليج حرب الآن، ترتفع سعر البترول بسهولة. يعني ارتفع سعر البترول الأسبوع اللي فات مش عشان الخليج، ارتفع لأنه في تكساس لما صار في فيضانات ما كان عندهم مثل احتياطي، فمصافي البترول توقفت عن العمل فارتفع سعر البترول. هذا اللي بيحصل، يعني بيحصل أزمات لشخص معين لفترة معينة في مكان معين. أما شو يعني يطلع إنه يرتفع كل الأسعار مستوى في الفترة طويلة ما رح يصير، هذا بعتقد أنا ما رح يصير.
بروفيسور محمد ربيع الخبير والمحلل الاقتصادي، كنت معنا مباشرة من واشنطن في تعليق مباشر على التقرير الذي صدر مؤخرا عن وكالة رويترز، عجز الميزانية الأمريكية يصل إلى 311 مليار دولار بسبب كوفيد، هو عزو بشكل كبير إلى كوفيد 19. بروفيسور، يعني هل تتفق مع هذا أنه كوفيد كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا العجز؟ نعم، كوفيد سبب أساسي لأنه إنفاق الحكومة زاد في عهد ترامب في عهد بايدن. لكن قبل هيك يعني لما أنت تأخذ شيل كل الكوفيد برا بيكون العجز عند أمريكا لا زال كبير جدا جدا، بحيث أنه أيضا أنا كتبت من 10 سنين أنه أمريكا لا يمكن تستطيع أنها تسدد ديونها على الإطلاق، مش اليوم، لأنه يعني حسب النظرية اللي تتكلم في بالذات اجت من سويسرا في اجتماعات، انه اذا زاد عن 60% ديون اي دولة لا تستطيع ان تدفعها. احنا عندنا كانت واصلة ل 100% قبل كوفيد، يعني زادت عن 100%، كانت 107% بالضبط قبل كوفيد. بالتالي احنا ما عندنا قدرة كدولة انه ندفع ديون، لانه هالحكومة ما بدها تفرض ضرائب عالية على الناس الافرياء، والافرياء بحاربوا كل شيء انه بده يرفع الضرائب عليهم. هل ترى الحل دكتور ان زياده الضرائب على الشريحه معينه او الاغنياء، خلينا نقول اللي بيزيد دخلهم عن نسبه معينه، هل ممكن ان يكون جزء من الحل لهذا العجز؟ بكل تاكيد اصلا مش بس للحل وللعجز، لقل العجز بكل تاكيد، زائد الاقتصاد ينمو بشكل اكبر. لأنه هذيك المرة أظن أنا قلت على المقابلة إنه الناس اللي دخلهم أقل من 40,000 في السنة، الفلوس اللي جاتهم 600 دولار صرفوها كلها. الناس اللي أكثر من 40,000 دولار في السنة صرفوا 45 دولار فقط من 600. إذا أنت إذا زدتي بالنسبة للناس اللي إذا رفعنا الضرائب على الأفرياء وصار عند الحكومة فلوس أكثر تنفق، هذا بنشط الاقتصاد. أو رفعنا المينيمم ويج اللي تحاربوا حتى الديمقراطيين اللي طالب إنه يرفعوا ل 15 دولار ورفضوا وشلوها من الميزانية. يعني هذا لو ارتفع هذا بيزيد دخل هدول الناس الفقراء، بصيروا يصرفوا أكثر بنشط الاقتصاد. يعني مش قادرين الأفرياء يشوفوا إنه مستقبلهم هو مع الفقراء. يعني أنت ترى الحل بتخفيض هذا العجز حلين، أن يتم رفع الضرائب على الشريحة معينة من الأغنياء، ثانيا أن يكون هناك رفع للمينيمون ويج، الحد الأدنى للأجور، وبذلك يكون هناك تنشيط للاقتصاد وبالتالي تقليل هذا العجز. ماذا يحدث إذا الحكومة الأمريكية لم تستطع أن تدفع هذه الديون كما أشرت للسنة ولا السنة اللي جاية ولا اللي بعدها ولا بعشر سنوات؟ ماذا يحدث؟ ولا مليون سنة. طيب ماذا يحدث ببساطة شديدة؟ ولا إشي، ما إشي، كله ماشي. ما زال الناس تقبل الدولار في العالم وهو العملة المعتمدة، يعني كريزيرف اللي هي الاحتياطي، يعني أغلب دول العالم الاحتياطي اللي عندها هو الدولارات. ما دام هذه الدول تحتفظ في الدولار ما راح يصير شيء. يعني هو اللي بيصير شيء الناس اللي بتخوف. هم كانوا يحكوا هذا الحكي من التسعينات وما صار، ومن أيام ريغان لما بدأ يرفع وصار في العجز في الميزانية وزادت الديون. يعني كل رئيس إجا زاد الديون بتاعت أمريكا أولموس ضاعف الديون في فترة حكمه. هذا عمله أوباما وعمله كل واحد فيهم، وعمله كلينتون الوحيد صار عنده حتى فائض في سنة معينة في الميزانية. لأنه إذا لما الفقراء لما بصير عنده دخل أكثر بيدفع كمان ضريبة أكثر، مش بس إنه بنفق أكثر بيدفع ضريبة أكثر، فالحكومة بصير عندها دخل أكثر من الضرائب، وفي نشاط اقتصادي، والنشاط الاقتصادي ككل بصير عليه ضرائب أكثر، فبصير دخل الحكومة بزيد. يعني إحنا ممكن نقلل العجز زي ما تفضلتي شغلتين، إنه يرفع أجور الناس الفقراء المساكين الغلابة، وإنه في نفس الوقت يرفع الضرائب على الناس الأثرياء. بس هذه العملية، هذا بحل المشكلة، وممكن إنه نوصل في مرحلة ما
الى نوع من انه تكون في عندنا بالانس بادجت اللي هي ميزانيه يعني ما فيها عجز كبير. طالما ليست هناك ضروره اذا لماذا يلجؤون الى هذا الحل دكتور؟ يعني ببساطه قد يتساءل اي مواطن بسيط يستمع، كما اشرت يعني نحن هنا نحلل من منطلق الناس والاقتصاد، ماذا سيحدث؟ ما راح يصير شيء، يعني زي ما قلت لك بده يظل الضغط على الناس الغلابه اللي تحت والناس اللي فوق تعمل فلوس تسرق من الناس، لان كل الشركات الكبيره الان ما عندها ضرر من الاخلاق، كلها بتسرق ليفت اند رايت من الناس. فبالتالي بظل هذا الموضوع ماشي وهم مبسوطين فيه. وبالتالي غير انه يصير حركه اجتماعيه شخصيه، بعتقد 100% راح يصير حركه اجتماعيه في امريكا ضخمه انها تعيد تركيب كل النظام اذا استمر هذا كمان 20-30 سنه. يبدو لدينا سؤال بسيط دكتور قبل أن ننهي حوارنا معك هذا الصباح حول تقرير صدر عن رويترز بأن عجز الميزانية الأمريكية وصل إلى 311 مليار دولار بسبب كوفيد، هذا فقط في شهر فبراير كما أشرت. صباح النور، تفضلوا. صباح الخير ست ليلى، صباح الخير الأخ ربيع، إن شاء الله تكونوا بصحة وسعادة على طول. في هونيك مثل بيقول، وقدرا على هذا المثل بيقول أنت الأمير وأنا الأمير من بيسوق الحمير. قدرا لنا إحنا الفقراء واللي هم في الطبقة المتوسطة أنه نسمى بالحمير، فلو لم يكون الفقير والطبقة المتوسطة مين اللي راح يعمل لهم هالأشياء هذه؟ راح يحاربوا هو واحد الثاني، وبعدين اللي غالب راح يبقي الفلوس هون ويقول مع السلامة. أشكر شكرا على الوقت يا شكرا ليلى. شكرا، اهلا وسهلا بك. يعني راي المستمع، هذا راي المستمع طبعا، وانا اتوجه بكل التقدير والحب لكل مستمعينا ومتابعينا، ويعني طبعا نقدر كل الاراء، يعني هذا راي المستمع طبعا ما تراه هي حول هذه النقطه. تفضل بروفيسور، هل لك تعليق؟ يعني هو على فكره انا من الناس الذي يحترم الحمار احترام كبير جدا. نعم. لأنه الحمار عنده وفاء، يعني الجمل ما عنده وفاء. نعم. لصاحبه. بعدين الحمار كان يستخدمه لشق الطرق، أكثر واحد بعرف الطريق. يعني في الزمن القديم كان الحمار هو لما بيطلع على جبل ولا بيجي على وادي هو بيعرف الطريق الصح، وكان الناس يلحقوا وراه ويشقوا كل الطرق على أساس الحمار. فالحمار الحقيقة وفي، وبعدين هذا هو مسلكه. وأنا عندي قصيدة بسميها الحمار الحليم، يعني بقارنها في حاكم في بلد ما، بقولش اسم البلد، بقول الحاكم كان عنده بعض وقار، بقول الحمار كان عنده كل الوقار. فبالتالي يعني ما نقلل من دور الحمار كحيوان بخدمنا في هذا وعايش معنا في الحياة كلها، لكن المشكلة انه هذا الفقير مش ضروري يكون مستوى زي الحمار، يرفع مستوى شوية بس يكون عايش مرتاح، يقدر يودي ابنته وابنه على المدارس ويدفع. يعني الآن المدارس، في مدارس حضانة أطفال بتكلف $70,000 في السنة، وفي عنا حوالي ما بعرف الآن الرقم، حوالي 2000 طفل في واشنطن بروح على المدرسة في الصيف عشان يأكلوا، لأنه فيش في البيت أكل. يعني ما لازم يكون هالقد الفقر، معلش هذا بس يصير يقدر يأكل في بيته، خلوا الناس ياكلوا. احنا مش طالبين انه هذا الفقير انه يصير ثري زي بيل جيتس ولا زي بيسوس ولا غيره، لا، ما حدا مطالب هيك. ما حدا بقول له وزع الفلوس علينا كلنا، خلينا نكون اشتراكي، ما حدا بطالب في هذا الحكي، بس اعطوا هذا الانسان البسيط حد ادنى من الاجر يعيش فيه. هذه كل النقطه. كل ربما بروفيسور، يعني أود أن إن شاء الله في فقرة قادمة نتحدث بالأرقام عن مستوى الفقر في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. لا يعرف الكثيرين أن هناك أناس كثيرون يعيشون تحت خط الفقر في بلد عظيم كالولايات المتحدة الأمريكية. يعني تقدم ما تقدمه مساعدات، يعني الآن بدأت تصل حزمة المساعدات $1,400 لكل مواطن أمريكي. يعني هذا لا يحصل في أي بلد في العالم، في بلد آخر في العالم. إذن كيف يتفق هذا كما أشرت حضرتك
صحتك وأن العديد يعيشون تحت خط الفقر، يعني هناك خلل ما في زاوية ما يجب أن نبحث عنه ونضع يدنا عليه لنعرف كيف ربما هناك توجهات لإصلاحه، وخاصة في يعني هناك انتخابات، هناك توعية في هذا المجال، يعني ربما قد تقود إلى التغيير كما أشرت بروفيسور ربيع. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من واشنطن الناس والاقتصاد بروفيسور محمد ربيع الخبير والمحلل الاقتصادي. تحديدا كان حوارنا هذا الصباح حول عجز الميزانية الأمريكية الذي وصل تحديدا في شهر فبراير إلى 311 مليار، وهو يعني سيكون كما أشرت في الصعود إلى نهاية العام. تحياتي لك وشكرا لك. شكرا لكم.